بفرنسا مثلا برج ايفل ايه توريفيل توريفيل ايه نو بيقتلوا حالهم تيروحوا يتصوروا حدا مستعدين يموتوا وهي شو معلم شقف حديث فوق بعضها ما لها طعم يعني انه ما نحن عندنا كل توتر عالي هون بياخذ العقل وانتبه ما انك مضطر تروح تقتل حالك عنده انت قاعد ببيتك بيقتلك ما في مشكله يعني عندهم قال شو الأورو ديزني ايه وفيراري وورد بك نحن بتعرف شو عنا؟ عنا التلفريك التلفريك قصة كبيرة التلفريك نعم التلفريك بس تروح أول ما توصل بمضيك عن مسؤوليتك إذا بتطلع فيه قصة كبيرة وبقول لك يمكن في نطرة فوق الأوتوسترات ساعة ونص قطعة ما قطعة بيجي بياخدك دفاع المدني بس هول كلهم تنسيهم بس فوت بالحي تبع ساحل العالم وحارة صخر بين أوض النوم وكذا بتلاقي وحدة عم تلبس تقول لك بالبوسيه ولا بالبوسيه حلو حلو وعندنا من المعالم السياحيه حكينا عنه كثير وكذا جسر جلال الديب ايه اكيد هلا بيقولوا لك انه بيعمل عجقه بيعمل عجقه بس ما كمان هيدي شغله منيحه باي بلد انت بيكون في عجقه تقدر بالعجقه تشتري قوصن الشيب مثلا طريق او سمكه بكيس نايلون مع مي يعني في عندنا قصص كثير نستفيد منها بارفان سي دي بدولار حلوين هول ورحله بيروت جوني بيروت مثل على الطيارة بتمرق بمرقوا لك ايه بس هونيك باك بيبعتوك شيء معقول تستفيد منه نحن قوس من الشيب شو بدنا فيهم هذا الصليح الابيض مظبوط بنروح على شرم الشيخ ليه؟ انه لانه شرم الشيخ بتوقف بتشوف شو فيه بالبحر كله ايه طيب انا هون بلبنان بطلعك على حريص اذا بفرجيك كل شيء بالبحر بنبين عليك بتقص لي رقبتي البطيخ موجود البقر موجود الدواليب للاسف وبعدنا من وهلا قيمتهم على جبران وانتوا عم تحكوا بجبران ماشي الحال هلا ماشي الحال بيت بالبترون ماشي الحال تولع الدنيا كرمالها شاري بيت بالبترون لا شاري البترون بعد في بيت واحد